النهارده البي بي سي اصدرت يعني نداء. كل يوم الصحافه الاجنبيه بتصدر نداء، سواء من السي ان ان، سواء من الصحافه المختلفه، كل يعني كل اجهزه الصحافه الاجنبيه. النهارده بيان من البي بي سي صدر منذ قليل بيطالب السلطات المصريه بالافراج عن هم طبعا اللي كان بيشتغل معاهم كان بيتر جريست، وقالوا عنه انه مراسل بارع ونزيه اثبت حياده المهنيه على مدى سنين طويله في كل المؤسسات الصحفيه التي عمل بها وفي كل البلاد التي عمل بها، وان هو من محبسه قال انه وصل الى القاهره قبل اسبوعين من اعتقاله في الفندق الذي يقيم به، وتم اعتقاله في من قبل وزاره الداخليه. وقال ايضا كنا نؤدي الاعمال التي يؤديها اي صحفي مسؤول ومحترف من اجراء مقابلات ومحاولات شرح الاحداث المتواليه في مصر بكل دقه وامانه وحياديه. وطالبت البي بي سي بالافراج عن مراسلها بيتر اللي كان اشتغل قبل الجزيرة، كان بيشتغل في البي بي سي أيضا، وهناك أيضا عدد من المراسل المصري أيضا كان بيشتغل في السي ان ان قبل كده، وقالت عنه صحفي مجتهد وشريف وصاحب إنجازات مشهودة. طيب بدون كلام البي بي سي وبدون كل هذا الضغط اللي موجود من الصحافة الأجنبية في الخارج، الحقيقة أن هذه قضية مهمة، وأنه لازم يكون في فرق مرة أخرى، في فرق بين صحفيين أخطأوا ويعني انتهكوا القانون وكانوا يعملوا بشكل غير قانوني، ما طلعوش تصريح، وده احنا متأكدين منه لأنه حتى في تصريحاتهم عندما كان المحقق بيكلمهم ما كانش معاهم تصريح، تمام، أخطأوا خطأ كبير، وبين ان هم بيقوموا بنشر أخبار كاذبة، بيقوموا ببث أخبار تهدد الأمن القومي، في فرق بين الاثنين. والحقيقة ان احنا لازم ندرك الفرق بين الاثنين، ولازم يكون عندنا خط واضح. والصحفي الاجنبي اخطأ يترحل، الصحفي المصري اخطأ ما يروحش الجنايات. الصحفي خطأه مختلف لان هو ممكن يكون بيحاول يكون يجيب سبق. عندنا مشكلة مع قناة الجزيرة نمنع عملها ببساطة، عندنا مشكلة مع قناة الجزيرة، واظن ان ده الحقيقة موضوع مهم جدا. احنا نقول لقناة الجزيرة احنا اسفين، وعلى فكرة كثير من الدول العربية عملت كده، الاردن مرة عملت كده، الكويت عملت كده، دول كثيرة قالت ممنوع عمل قناة الجزيرة في مصر. احنا ليه بنحاول نلعب بالامرين، نقول لا هو انتوا ممكن تشتغلوا بس احنا مش عاجبنا نوع شغلكم؟ ما ينفعش، احنا مش عاجبنا نوع شغلكم، ما ينفعش تشتغلوا هنا. والقانون يبقى واضح، احنا شايفين ان انتوا بتضروا بالامن القومي لانهم فعلا بيضروا بالامن القومي، يبقى شيء واضح. اتمنى ان القضيه يعني تنتهي على خير، ما طبعا ما نقدرش نؤثر على القاضي، القانون ياخد مجراه، الان الامر في يد القضاء، لكن مهم جدا ان احنا نفرق مره اخرى بين مراسل اخطا بان هو معهوش يعني تصريح صحفي، وهو اخطا عن عمد. على فكره ما بقولوش انه عنده حسن نيه، هو اخطا عن عمد لانه عارف ان هو لو قدم مش هياخد التصريح. وبين نشر اخبار كاذبه وما الى ذلك، هذا الامر الحقيقه عامل لنا مشكله جامده جدا في الخارج، ملاش لازمه. رحلوا تركيا لما في اي مراسل مش عاجبه وهم يضايقون على الصحافه، بيرحلوا المراسلين الاجانب. يعني من الاخبار ايضا لا علاقه بالميديا انه بالفعل تم رفض من جهات عليا، رفض محطتين لجهه واجهتها مصريه وباطنها قطري، واجهتها أموال مصرية وباطنها استثمار قطري، رفض التصريح لهاتين القناتين. ده كده كلام كويس، ده كده كلام مظبوط، انه لا احنا عارفين ان واجهتك قطرية، احنا عارفين ان استثماراتك قطرية، مش هينفع واجهة مصرية يعني مستثمرين مصريين يعملوا مع القطريين والفلوس قطري، وبالتالي رفضت هذه القنوات. ده كلام مظبوط قانونا. نخرج فاصل وبعد الفاصل نواصل هذه